السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله. نتابع موضوع دورتنا، واليوم حنتعرف على الكلاسز اللي أو البوتسترابي كلاسز المتعلقة بالفيزابيليتي، بمعنى فيزابل وانفيزابل، إظهار الشيء وإخفائه. خلينا نأخذ مثال بسيط، درسنا قصير اليوم. أفرض أنه أنا عندي ديف، عنصر ديف، وحاطط فيه مثلا زيتاوي. فالوضع الطبيعي تيجي تعمل ريفرش تظهر عندك كلمة زيتاوي. الآن أنا ممكن أستخدم بوتستراب كلاسز في الديف كلاس إشي اسمه مثلا visible ظهور. فالوضع الطبيعي ما راح يتغير عندك، تعال اعمل ريفرش للبيج، هتظلها كلمة زيتاوي زي ما هي. ولكن لو اجيت غيرت الخاصية الى مثلا invisible او الكلاس ل invisible، شو اللي بده يصير عندي؟ تعال اعمل ريفرش، اختفت. بدك تيجي تتساءل ليش بتعمل هذا او ليش تستخدم الفيزابيليتي. احيانا انا في امور ما بدي اياها تظهر للمستخدم، او في امور بدي اياها تظهر بالساعة الفلانية وتختفي بالساعة الفلانية، فعشان هيك انا بستخدم بوتستراب كلاسز زي الفيزابل والانفيزابل. او ممكن انت تيجي تستخدم مثلا بدل البوتستراب كلاسز تستخدم مثلا CSS. فبتذكر في عندنا شيء اسمه ستايل والخاصية فيزابيليتي، وبتاخذ قيمة هيدن، ستايل فيزابيليتي هيدن. فلو تيجي تنفذ مش راح تظهر عندك. فانت ممكن تعمل بالبوتستراب كلاسز زي ما عملت كلاس يساوي فيزابل وانفيزابل، او بالستايل اللي هي تبعت CSS فيزابيليتي هيدن. وممكن تكرر انت الموضوع، يعني تعمل مثلا كنترول سي كنترول في، تيجي مثلا هون تحكي محمد وتشيلها، وتشيل الفيزابيليتي من الستايل او ستايل فيزابيليتي تبعت CSS. شو راح يظهر عندك هون؟ ريفرش، راح يظهر عندك محمد. لكن اللي فوق او الديف الاول، لاني انا خافيه بالسي اس اس، ستايل يساوي فيزابيليتي هيدن، او بتقدر تخفيه طبعا بالبوتستراب كلاسز كلاس اللي هي فيزابل، او بالاحرى انفيزابل حتى تخفيه انفيزابل. فلو تيجي تعمل رن هتلاقي اللي ظهر عندك بس فقط محمد، واختفت عندك زيتاوي. هاي اليوم اللي كنت حاب اعطيكم اياه، اللي هي البوتستراب كلاسز الفيزابيليتي، الانفيزابل والانفيزابل، حتى انه في عناصر ممكن انت تعملها وبتكشيها تظهر للمستخدمين. طبعا تذكير بسيط، هي موجوده تحت اليوتيليتي او هي الفيزابيليتي. ويا جماعه في كثير عناصر موجوده هون، يعني بس مراجعه بسيطه تحت كل قائم من هاي القوائم المنسدلة، في عندك كثير عناصر. فأنت شو ما يخطر على بالك من عنصر تستخدم في موقعك، يعني احنا صعب نمر عليهم في الدورة كلياتهم، ممكن تكتب اسمه مباشرة هون ويطلع عندك فورم. شوف مثلا كتبت فورم، كبست على فورم، وراك انه قال لك الفورم زيه وكل ما يتعلق فيه بأحداث وبأمور وبعناصر إلى آخره. يعطيكم العافية.